تحية مشهد التلاتيني، والنهاردة بعد ما عمل شمعة بفوليوم قوي أو عمل صوت قوي رجع ارتد تاني وبقوة، أعتقد إن المؤشر مفيش أمل فيه. تغير النظرة إلى سلبية بمنتهى البساطة لو سقطنا تحت المستويات دي، خلي بالأسود تحت مستويات 24.5، أعتقد هيبقى في تصحيح عنيف لهذا المؤشر، خصوصا إن إحنا لو رجعنا على فريم 5 دقايق اللي كنا بنحلل عليه النهاردة الصبح، قلنا ان هو ممكن يدينا تصحيح كبير شوية على شكل اي بي سي قبل ما يكمل، يعني قلنا ممكن يدينا اي بي سي ويديني كمان ضلع وبعد كده يصحح ويبقى التصحيح عرضي. اعتقد الزخم شوية ضعيف جدا والزخم البيع بيزيد، اعتقد ان احنا هنكسر المستويات دي اللي هي المستويات اللي عند مستويات 24.5 ونحو تصحيح اكبر. طيب على الاقل ممكن يديني ايه؟ ممكن اخد نفس طول الضلع ده هبوط من المستويات دي، فلا نفسي رايح لمستويات 23800، ولكن احنا عندنا منطقة طلب رئاسية على السعر عند مستويات 22800، وبلاش بقى فكرة الأرقام الفترة دي، احنا عايزين نشوف التصحيح ونشوف بنية التصحيح وبعد كده نحدد أماكن الدخول، خصوصا إن أنا عندي مناطق بيكس فور بتاعتي اللي ممكن يحترمها ويرتد منها ما بين مستويات 22200 إلى مستويات 22800. خلينا نشوف وبلاش نسبة الأحداث، عندنا دعم قوي جدا لو منطقة العنق لو كسرناها أعتقد هيبقى في ردة عنيفة لعند مستويات 24.5، وبالتوفيق.